بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام في حصة أخرى، وهي الحصة السادسة، عوامل حتى التربة، من الوحدة الثانية. وحدة التربة دائما في مرجع منهل النشاط العلمي. إذن الهدف من هذا الدرس هو التعرف على العوامل الطبيعية والبشرية التي تؤثر في تدهور التربة. Montrer les facteurs naturels et les facteurs humains causant la dégradation du sol. D'accord. Et donc, غادي نعرفوا العوامل الطبيعية والبشرية اللي كتأثر على التدهور أو اللي كتجعل التربة متدهورة. إذا كما دائما غادي نبداو بدراسة الصورة ونسأل الانطلاق. إذا الصورة تبين انجراف التربة في وادي أم الربيع. انجراف التربة سيتادير الجذور ديال الأشجار تصبح عارية. فقرأوا الناس ديال لاحظ خلال نزهة بجوار واد لاحظت فاطمة بروز جذور بعض الأشجار إلى السطح في بعض المناطق بجانب الوادي. إذا شنو لاحظت؟ لاحظت بأنه الجذور ديال الأشجار كيبانوا، يعني تعرب، وذلك في بعض المناطق بجانب الوادي. فبينت لها أمها أن السبب في ذلك هو تدهور التربة. إذا هي قالتها لأمها، قالت لها بأنه كاين الأشجار الجذور ديالهم كيبانوا، علاش مثلا؟ جاوبتها أمها وقالت لها أن السبب في ذلك هو تدهور التربة، يعني التربة تدهورت. داكوغ، تدهور حال التربة. إذا في نظركم شنو هو السؤال التقصي الذي يمكن اقتراحه في هذه الحالة؟ سؤال التقصي الذي يمكن اقتراحه في هذه الحالة. إذا السؤال ديال التقصي هو ما العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في تدهور ماذا؟ تدهور التربة، علامة الاستفهام. إذا هذا هو سؤال التقصي ديالنا في هذا الدرس ديال عوامل حتى التربة. دونك شنو هي هذه العوامل الطبيعية والبشرية اللي كتأثر على التربة؟ إذا كيفاش كتدخل هذه العوامل الطبيعية وكيفاش كيتدخل الإنسان في التأثير على التربة؟ بالنسبة للفرضيات، نقترح فرضيات كإجابة على هذا السؤال التقصي. إذا الفرضيات يمكن اقتراح بأنها مثلا العوامل الطبيعية كمثلا انجراف التربة، كمثلا الرياح، كالفيضانات إلى غير ذلك. العوامل البشرية مثلا كالرعي الجائر، قطع الأشجار إلى غير ذلك. إذن سأتحقق من كون فرضياتي صحيحة أم خاطئة، وذلك بإنجاز أنشطة أتحقق. نبدأ بلا بخومييغ كيستيون. جوبسيرف لي فوتو إي جو كومبليت لي فراز باغ لي مو سويفون. دونك غادي نلاحظ الصور وغادي نكمل بهاد الكلمات. هاد الكلمات ليغوزيون فاكتور لا ديزاغريغاسيون. دونك ليغوزيون هو حتى التربه، فاكتور هما العوامل، لا ديزاغريغاسيون هي تدهور التربه. يعني بليزيور كوا، بليزيور فاكتور، داكوغ، بليزيور فاكتور. دونك الى لاحظتوا هنايا اثار المياه الجاريه على التربه، زوبعه رمليه بمنطقه صحراويه، اتلاف التربه، اتلاف الغابه، استغلال مفرط للغطاء النباتي. اذا بليزيور فاكتور، فاكتور شنو كيديروا هاد لي فاكتور، هاد العوامل؟ اونترين لا ديزاغريغاسيون. ديزاغريغاسيون هي تدهور، تدهور التربه اي سا ديغراداسيون والتدمير ديالها. سو فينومين سابيل، دونك هذه الظاهره شنو كتسمى؟ كتسمى ليغوزيون، ليغوزيون دو سول، حتو التربه، حتو التربة. فهم. نمر للسؤال الثاني. وحدد العامل المسبب لحث التربة في كل صورة بكتابة رقمها في الدائرة المناسبة وأصل بخط كل عامل. إذا نحن نشوف هذه الصور هذو. أول شيء هو كتابة رقم الصورة في الدائرة المناسبة. هنا عندنا الرياح، هنا قطع الأشجار، الرعي الجائر، الأمطار والمياه الجارية. إذا أولا أثر المياه الجارية على التربة. إذا رقم واحد غادي يكون فين؟ أمطار والمياه الجارية. إذن واحد هنا. بالنسبة للصورة الثانية، زوبعة رملية بمنطقة صحراوية. إذن هذه الصورة على إيش كدل؟ كدل على وجود الرياح. دونك رقم اثنان. قطعوا الأشجار كاين هنا صورة ثلاثة. والرعي الجائر كاين هنايا في الصورة الرابعة التي تبين الاستغلال المفرط للغطاء النباتي. ممكن هنايا رقم أربعة. والآن غادي نصل بخط. إذا الرياح واش هو عامل طبيعي ولا عامل بشري؟ إذا الرياح هي عوامل طبيعية. قطع الأشجار يعني من فعل البشر، يعني من فعل الإنسان. إذا
عوامل بشريه. الرعي الجائر كذلك، اذا الانسان هو اللي كيدي الغنم ديالو ولا الماعز ديالو باش كيرعاو في ذاك البلاصه، اذا عامل بشري. الامطار والمياه الجاريه هي عوامل طبيعيه، فهم عوامل طبيعيه. الان غادي نمروا للسؤال رقم ثلاثة. سؤال رقم ثلاثة: ابين تاثير عوامل الحث على التربه بنقل حرف العباره المناسبه الى خانه كل سور. اذا غادي نعبر على ماذا؟ على العوامل التي تؤثر على التربه والتي تعطينا ظاهره حث التربه. اذا الجواب على هذا السؤال غادي نقلوا كل حرف وغادي نطبقوه مع كل صوره تتوافق معه. إذن ألف: تعرية التربة ونقل حبيباتها. إذن شكون اللي كيعري التربة وكينقل الحبيبات ديالها؟ واش الصورة الأولى أثر المياه الجارية على التربة، ولا الصورة الثانية زوبعة رملية بمنطقة صحراوية، ولا الصورة الثالثة ولا الرابعة؟ إذن تعرية التربة ونقل حبيباتها كيكون فين؟ في عامل الرياح. إذن هنا ألف. باء: نقص تماسك التربة وانخفاض جودتها. إذا شنو هو العامل اللي كيخلي لنا التربة متماسكة؟ إذا اللي كيخلي لنا التربة متماسكة هما الأشجار الموجودة في الأرض. مثلا منين كنزرعوا أو منين كنغرسوا شي شجرة في الأرض كترجع لنا التربة متماسكة. إذا إلا قمنا بإتلاف الغابة شنو غادي يوقع؟ داك التربة غادي تولي هشة وغادي يوقع لها الحث. إذا باء هي الصورة رقم 3. جيم: القضاء على الغطاء النباتي وتدهور التربة. واش هو في الصورة رقم 1 ولا في الصورة رقم 4؟ إذا هو في الصورة رقم 4. لماذا؟ قضاء على الغطاء النباتي كيكون باش بالرعي الجائر. إذا دائما كترعى في ديك البلاصة غادي تقضي على داك الغطاء النباتي الموجود فيها والتربة ديالها غادي تدهور. دال: تفكيك التربة وجرفها. إذا شكون اللي كيفكك التربة وكيجرفها؟ هو ديك المياه الجارية ديال الأمطار وديال الأودية إلى غير ذلك. إذا دال. إذا هذا الشيء اللي كاين. نمر الآن إلى الملخص، قراءة الملخص. استخلص: تخضع التربة لعوامل حث متعددة، منها عوامل طبيعية كالأمطار والمياه الجارية والرياح، وعوامل بشرية كقطع الأشجار والرعي الجائر. إذا التربة كتخضع لواحد العوامل عديدة اللي كتساهم في حث التربة، داكوغ؟ إذا هاد العوامل كاين عوامل طبيعية وكاين عوامل بشرية. العوامل الطبيعية بحالاش؟ بحال الأمطار، بحال المياه الجارية، بحال الرياح. بالنسبة للعوامل البشرية كقطع الأشجار والرعي الجائر إلى غير ذلك، تؤدي هذه العوامل إلى تفكك التربة واقتلاع مكوناتها وتدهورها ونقص جودتها. إذا هاد العوامل هادو اللي قلنا العوامل المؤدية إلى الحث، كتفكك التربة وكتقتلع المكونات ديالها وكتدهورها وكتنقصها من الجودة ديالها، يعني كتولي غير صالحة للزراعة. Donc le sol est semé de nombreux facteurs d'érosion, des facteurs naturels comme les pluies, les eaux courantes et le vent, et des facteurs humains comme le déboisement et le surpâturage. Le déboisement هو ماذا؟ هو قطع الأشجار، ou le surpâturage هو الرعي الجائر. Ces facteurs entraînent la désagrégation du sol, تفكك التربة أو تدهور التربة, l'enlèvement de ses constituants, يعني اقتلاع المكونات, sa dégradation et une baisse de sa qualité. Dégradation يعني تدهور ديالها و الكاليتي ديالها كتنقص، يعني الجودة ديال هاد التربة كتنقص. نمر الآن إلى أنشطة التطبيق. أطبق: واحد، أكتب صحيح أو خطأ أمام كل جملة. إذن عندي جوج ديال الجمل. الجملة الأولى: الرياح ليس لها أي تأثير على التربة. إذن إحنا شفنا في الأنشطة ديال أتحقق بأن الرياح لها تأثير على التربة، إذن تؤثر سلبا على التربة. إذن هنايا هاد الجملة خطأ، خاطئ. التربة بدون غطاء نباتي تتعرض للحث. التربة بدون غطاء نباتي تتعرض للحث. إذا صحيح. إذا إلا وقع الرعي الجائر ومشى داك الغطاء النباتي غادي يوقع لداك التربة الحث. إذا جواب صحيح. الآن la question 2. Je détermine les causes de la désertification en mettant une croix dans les cases convenables. Donc, غادي نديرو croix على الأسباب ديال التصحر. Désertification هي التصحر. Donc, غادي نحاولو نبحثو على الأسباب اللي كيخليو التربة توصل للتصحر. Avancée des sables, pluie, surpâturage, sécheresse, déforestation, labour du sol. Labour du sol. Donc بالنسبة لأفونسي دي ساب يعني تحرك الرمال، فهم؟ إذا هذا سبب كذلك.
بالنسبه لي بلوي اذا هو واحد الفاكتور بالعكس هذا ما كيساهمش في الديزيرتيفيكاسيون. سور باتوراج كيساهم في الديزيرتيفيكاسيون. سور باتوراج قلتها لكم هي الرعي الجائر. السيشخيس هو الجفاف كذلك كيساهم في التصحر. ديفوريستاسيون اللي هي قطع الاشجار كذلك كتساهم في التصحر. لابور دو سول لابور دو سول لابور هو الحرث حرث التربه بالعكس حرث التربه كيساهم في عدم الوصول الى التصحر. اذا هذا الشيء اللي كان عندي في هذه الحصه ديال عوامل التربه ضمن وحده التربه. كنتمنى لكم كل التوفيق وكنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم جميع الفيديوهات ان شاء الله. كان معكم الاستاذ محمد البخاري. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.